إذا جاء رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به، أي برمضان، فيقول: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم. رب سائل يسأل فيقول: هل يجوز التهنئة بشهر رمضان؟ هل ورد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن بعض الناس ربما يتوقف فيه فيقول: ما في شيء، يعني ما ليس ثمة دليل على التهنئة. لكن أهل العلم استنبطوا من هذا الحديث الآتي، وهو حديث قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا جاء رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به، أي برمضان، فيقول: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. انتهى الحديث. لذلك استنبط بعض أهل العلم، منهم ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، فقال: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا. فلذلك يستحب بناء على هذا الحديث، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه، فإن المؤمن يبشر ويهنئ أخاه المؤمن بقدوم هذا الشهر.